ما هو عدى 20 سنه اكيد بقت 26. طب في هنا ساكن واحد اسمه سعيد عواد. سعيد تختخ؟ يا سعيد تختخ يا. هو ساكن هنا في 26. اوكي مش في 6. ثانك يو. لا ثانك يو. يا عجزت قوي. Calm down. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ نو انا مش حرامي، انا مصري. انا مصري. وايه يعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. نو انا مش حرامي، انا مصري. يا شيخ اتقي والله، حتى في رمضان بتسرقوا. هاي اوه شيت. ولا تعالى هنا لا يسرقك. نو انا مش سريق، انا مصري. انا مصري العربي. انت سعيد تكتك. الله سعيد، انت بتصاحب حراميه؟ استني بس يا بابا، ده مصري العربي. يس 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 يس. وحشتني يا مصري. ثانك يو. اوكي بلاش بوس شت. ازاي راجل غريب يعني ينام معانا في نفس البيت؟ لا كان احنا كده والاسم متجوزين وبشوفك بالصدفه، امال لما نبقى زحمه بقى هنعمل ايه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي عزمته ولا انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق وخلاص؟ انت شايف امك بتعمل ايه؟ امك دلوقتي بقت امك. امال يا خالتي؟ يا خالتي راحت فين؟ منصف. ايوه خالتي. في حاجه يا منصف؟ لا يا حبيبتي سلامتك. الله يسلمك. هاي شفت الفانوس بتاعي؟ ده فانوس ايه ده؟ ده فانوس رمضان. ومين ده بقى؟ رمضان؟ رمضان يا عم، ده كرومبو. كرومبو؟ شبه كرومبو. لا بس خدوده. وانت اسمك ايه بقى؟ حماسة. حماسة؟ وعندك كام سنة يا حماسة؟ سكس. سكس. لصمت الباب مؤقتا. اوكي نسيت اعرفك بالاسره الكريمه، ده بقى عبد المنصف. هاي اهلا. نايس تو ميت يو. ودي بقى اختي ابتسام. هلو. هاي. ايه ده ايه يا عم، انت هتعمل ايه؟ ابوسها. تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اوكي احضنها يعني من غير ما ابوسها؟ يا عم لا تحضن ولا تبوس، ده ايه الليله السوداء دي؟ ما تشوف صاحبك ده يا عم سعيد عايز تبوس مراتي ده كمان. يا عم مصر احنا هنا مش في امريكا، هنا ما فيش الحاجات دي. وات؟ فيش هنا احضان ولا بوس؟ لا طبعا. انتوا ازاي عايشين كده؟ نسيت اعرفك بقى بالليندا الصغيره، موسى اختي. من بعيد ولا بتتباس؟ بتتباس. اوكي هاي انت بس هنا اللي بتتباس سعيد. خد يا ابتسام حته اللحمه دي. لا يا ماما انا مش عايزه. لا خلاص اصل انا زهقت من اكل اللحمه، انا هاكل لقمه بملوخيه. خد يا ماما حطي لي شويه رز. حاضر يا حبيبي. كمل يا مصر كمل. اوكي انا مش عندي معلقه بس ممكن معلقه؟ اتفضل. ثانك يو. بس يا سيدي وبعد بقى ايه المظاهره ما خلصت؟ بفتح عيني كده لقيت نفسي مش شايف غير نقط سودا بس. انت ان شاء الله ناوي تقعد هنا لغايه امتى؟ ممكن اجوس؟ يعني اول ما انظف الشقه بتاعتي هامشي على طول. لا قصده هنا في مصر. اوكي ثانك يو. والله سعيد انا كنت عايز اقعد على طول، بس طبعا بعد اللي حصل معايا ده انا هعمل الشغل بتاعي وارجع امريكا تاني. ده قرار صح جدا على فكره. يا صحيح انتوا عايزين مني كام فلوس؟ اخص عليك يا مصري، عايز تدفع ثمن قعدتك معانا؟ يس نعم. مش باكل وهاكل وهشرب وهنام يعني؟ انا لو جيت لك امريكا هتدفعني ثمن قعدتي؟ اكيد.
طب يا سيدي خلاص مش هناخد منك فلوس، وانا لما اجي لك امريكا ما تدفعنيش ماشي؟ نو انا قاعد ناوليني يا ابتسام طبق البسبوسه. قول يا مصر. اوكي خد يا حماصه طبق البسبوسه ده تنزل لام عبير، بس اوعى تدب صباعك فيه، وبعدين تعالى كمل اكل. واو ايه ده؟ مش ده شخاف؟ اسمه خشاف، لا من خشاف ولا من ديري. ممكن اخد منه؟ لا طبعا خده كله، ما انت بعد اللي قلته ده حد هيمد ايده عليه. اوكي بعد الملوخيه بقى بقى. بعد الملوخيه. قوي قوي الملوخيه دي. ده انا اللي قطفتها وانا اللي خرطتها وانا بقى اللي شهقت عليها. ايوه مين بقى اللي عملها؟ كنتش مصدق ان انا ممكن اخد شاور. افتح سعيد. الله اكبر. اوكي يس. يا هاي نوسة. ايه مالك يا نوسة؟ مالك؟ خش جوه خش جوه. في يا عم انت ايه؟ ما ينفعش تمشي كده في البيت، البيت فيه ستات. يا انا شفتهم نوسة وابسامة. وانا بعرفك عليهم. عيب 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 ليه؟ متخلفين. البس اي حاجه بقى داري نفسك، كنت واقف عريان قدامي كده. اوكي اوكي. وشعرك الجميل ماله؟ تلمه. حاضر اوكي اوكي هلمه. اوعدك يعني لو شفت شعرايا بس واحده واقعه في الارض هلمها على طول. اوكي بقول لك ايه؟ نعم. انت الحل الوحيد معاك تتحجب. تتحجب؟ اه اوكي اوكي اوكي. صلى على النبي صلى على النبي. ايه ده مين؟ وانت حماسه. ما تزعلش يا مصر من منصف، اصل ظروفه صعبه شويه. اوكي اوكي سعيد نو بروبلم. خد دي. ايه دي؟ ملايه؟ دي جلابيه ابويا الله يرحمه. البسها هتريحك. هتريحني زي ما ريحته كده. انا اكيد مش عارف انام في الجلابيه يا سعيد. ام فاين انا معايا حاجه. ثانك يو. الواحد يعني كان تعبان قوي. قولي بقى انا هنام فين سعيد؟ هتنام على سريري. طب وانت هتنام فين؟ هنام على كنبه منصف. منصف هينام فين؟ هينام في الثلاجه بره. وات؟ هينام على الكنبه اللي بره. لا سعيد انا كده لخبطت كل حاجه. بليز لو سمحت انا خليني انام على الكنبه وانت نام على سريرك. اوكي طب هقول لك احنا نجيب حماصه هنا وانا وانت ننام على السرير. ليه انت هتصاحبني؟ قصدي يعني يعني انت هتصاحبتي الجير فريم بتاعي يعني. لا سعيد اوكي انت نام على سريرك وانا لا 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 مصري لا 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 ورحمه ابويا ما ينفع. بليز انت هتنام على سريرك ورحمه سريرك. رجلك كبرت قوي سعيد. ها وهي من القعده؟ لا التانيه دي كبيره من يومها. صحيح هو انت بتشتغل ايه يا سعيد؟ عواطلي. ومبسوط فيها؟ اهي اللي موجوده. ما هنا تسال المهندس كان نفسك تطلع ايه؟ يقول لك دكتور. ولما تسال الدكتور يقول لك محامي. مفيش حد هنا بيشتغل اللي هو عايزه. وانت كنت عايز تكون ايه اصلا يا سعيد؟ طيار. هو مع اني ركبت الطياره مره واحده في حياتي. وكنت مرعوب. رحت عامل فيها بتخنق وبموت كده. بس انت كده مشلول مش مخنوق. حركات مصريين. طيب واشمعنى طيار بقى؟ عشان الطيارين المصريين احسن طيارين في العالم. You know what؟ ده كلام بيقولوا المصريين علشان يصبروا نفسهم بيه، انما هو خرافات. زي ان الراجل المصري يروح اي مكان في العالم كل الستات تموت فيه، او زي مثلا ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. او شيت هو كده يعني ممكن ده اذكى طفل في العالم؟ ايه ايه يا حماسه ده انت ده؟ انت بتقولي لا كنت بترفض وانا عرفت صعب منك. انا استنى يا حماسه. استنى يا حبيبي استنى السندوتشات. جبنا نست ولا بيت؟ الاثنين يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. خد يا مصر. يمكن تحتاج حاجه. ثانك يو. انا فعلا مش معايا فلوس. اول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول. ترجعهم لي ده ايه؟ ده انت زي سعيد ابني.
هو سعيد مش بيراجع في الفلوس؟ ربنا يرزقك ويرزقه. اوكي مع السلامه. ثانك يو سي يا. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعه. اتفضل. هو سعيد اتفضل فين؟ احنا متاخرين. يا عم يا الكلام كده وخلاص. عزومه في المراكبيه يعني. اوكي. ايه ده مش دي السكوتر بتاعت باباك سعيد؟ هي. هو مات وهي لسه عايشه. صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا فاروق. والنبي عايزك تجيب غالي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا رب يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سعيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده؟ انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. هات. ايه ده ايه ده ايه ده سعيد ايه ده بتعمل ايه؟ ده الكتاوت. كتاوت؟ تقصد الكتاوت كده بالطوبه سعيد؟ يا عم ماشي بالبركه. ازاي بتعمل كده؟ دي مستحيل تشتغل. انت اكيد بوظتها سعيد. نو واي تشتغل. اشتغلت. واو ازاي كده؟ اجري يا عبير اجري عشان الحق سعيد. سعيد سعيد استنى كويس ان لحقتك. خد عبير معاك عشان الكروس المدرسه فاتها. ها عشت يا اخويا. خلي بالك منها واكلها. انا الاثنين يا معبير. ايه ده ايه ده سعيد الكلام ده حقيقي ولا عزومه في المراكبيه؟ عزومه المراكبيه يا عم. ما البت ركبت اهو. طب انا اركب فين؟ يا عم بسمه هنا بكافي 100. اركب وسعت لك اهو. بس كده قال لي اجري يعني مش قانوني كده سعيد. يا عم خليها على الله. حماسه امسك كويس. ها امسك كويس لحسن تقع حماسه. شفت كان عندي حاله لما قلت لك خد بالك هتقع. السفير بعت للجهات الامريكيه هناك. مظبوط. اعتقد ان الموضوع هيتاخر شويه. شيت. المشكله ان حضرتك خرجت من امريكا بالباسبور المصري من غير ما تثبت فيه الجنسيه الامريكيه، فبالنسبه لهم حضرتك ما خرجتش من امريكا ولسه هناك. والله انا لسه هناك فعلا. طب وانا عايز ارجع ليه لما انا لسه هناك؟ انت عارف الموقف بعد احداث 11 سبتمبر وخصوصا انك من اصل عربي. عموما سيب رقم تليفون نقدر نوصل لك عليه. اوكي 012. ايه مصري؟ عملت ايه؟ قالوا لي هنبقى نتصل بيك. طب ايدك معايا ايدك معايا. هو صحيح اللي بيترفضوا في السفاره دول ناس زباله؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها ناس زباله سعيد. امريكا مش بتفكر كده. دي حجه بس بيطلعها الناس اللي هم بيترفضوا. اصلي اترفضت 3 مرات قبل كده. عشان انت زباله يا سعيد. انت ازاي تعمل كده في الشارع؟ معلش اصلي كنت محصور ومفيش حمامات في الشارع. دي حجه بيطلعها الناس الزباله اللي زيك. ازاي تعمل كده في الشارع؟ ار يو كريزي؟ معلش يا مصري معلش. ازاي كده؟ انا فعلا مش مصدق مش مصدق. ركب ركب ركب. ايه ده ليه بيشخبط في الباب بتاعنا ده؟ ده النجار. النجار. اوكي النجار هنا عندكم شخبط عادي؟ اوكي شخبط هنا شويه. واو ذيس از اميزنج. اوه بسم الله عليك. ام فاين ام فاين. ايه ده؟ ليه عملتوا كده؟ ده طلع منها كميه تراب رهيبه. انت مين؟ انا نوسه. وايه كده ليه عجزتي نوسه؟ خدي ام سعيد اديها بدي كده ممكن ترجع شباب تاني. ايه ده؟ كده لبخت الارض؟ اتفضلوا هبونا عشان نقدر نخلص قبل الفطار. يلا اتفضل. ايه ده؟ لحم وفراخ وحمام؟ ايه ده كله صحيح؟ هو احنا مش هنفطر بكره ولا ايه؟ مش عندنا ضيف. وبعدين هو فين؟ ده المغرب قدك. مش ده المغرب ده انا سامعه. عنج عنج عنج. ايه يا ابني اللي تعامله في نفسك ده؟ روح البس حاجه عشان تاخد برد. برد؟ هو اللي همك انه ياخد برد؟ روح البس حاجه قبل منصف ما يخرج من الحمام. اوه منصف ده انا نسيت. حجبت زي ما انت قلت لي اهو. ها المهم يبقى على اقتناع الشومين وتخلعه. مبروك. اول سلم بقى. ماما ده عسلكوا الطبق ده. يوه عزيت من الطبق ده. صحيح مش الطبق ده كان برضو المره اللي فاتت كان هنا ونزل تحت باين صح؟ الطبق ده طالع نازل من اول رمضان لغايه اما نسينا هو طبق مين. طب ممكن واحده؟ لا لا تسد نفسك كل الحمامية دي الأول وبعدين هديك واحدة. أنا الحمد لله شفت يا أم سعيد. أنا حمام
تحفة تحفة تحفة. أنا هقوم أغسل إيدي بقى. أنا جوعت تاني أصلي، الحمام بيجوع قوي. فين؟ فين مجنون؟ لا لا. جوع تاني. وادي يا سيدي القهوه اللي احنا هنقعد عليها. اوكي. ايه ده سعيد اللي قاعد على القهوه ده؟ انا عارفه. لا 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 لا، ايه ده؟ مش ده اسمه عم بلال اللي ساكن هنا معانا في العماره؟ ايه ده، انت افتكرته ازاي؟ هو صح.